رمضان خلاص كلها يومين بالظبط، ويهال في ناس كتير بتتكسف ان هي، او مش بتتكسف لكن يعني عايز يلتزم وكده، بس بيحس ان ده شيء من التناقض بعيدا عن شخصيته الحقيقية او سلوك حياته النورمالي. من وجهة نظري عادي جدا انك تستشف في رمضان، لان رمضان شهر مختلف غير باقي الشهور، فمش عيب انك تكون انت برضو انسان مختلف احتراما للشهر. يعني في آية في القرآن بتقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكونك تعظم الشعيرة دي بتاعت الصيام والشهر الجميل ده، فدي شيء من التقوى اللي موجودة في قلبك، الحتة النظيفة اللي متبقية واللي موجودة ولو كانت صغيرة جدا جواك. فمش عيب تستشهد في رمضان، مش عيب تلتزم حتى ولو خلال الشهر، محدش عارف ممكن ربنا يثبتك وتكمل على كده حتى لو ما كملتش. انا بتكلم من واقع تجربة شخصية، في العادي انا مقضيه يعني عايز يعني زي شباب كتير يعني بسمع مزيكا اي حاجة، لكن باجي في شهر رمضان بحاول احترم نفسي شوية. ده مش تناقض ولا سكيزوفرينيا ولا هيبوكريسي، ده احترام لربنا واحترام للشهر الفضيل، الشهر اللي ربنا فضله عن باقي الشهور. بالتالي عادي استشيخ في رمضان، خليك ملتزم بقدر الامكان. لو في صفحات مثلا عامل لها فولو على انستجرام او على فيسبوك، الصفحات دي اوقات بتنزل مثلا فيديوهات تيك توك، رقص، صور بنات، صور مش عارف ايه، اعمل لها ان فولو، لان غصبا عنك وانت ماسك موبايلك بتسيرف السوشيال ميديا هتقابلك الحاجات دي، وانت صايم والنفس اماره بالسوق واحنا ضعاف بطبيعه الحال، والشيطان للاسف قوي، الشيطان الانسان نفسه بعيدا عن الشياطين اللي بتتسلسل يعني. فبالتالي من اهم النصايح يعني اللي بنصح بيها اخواتي واصحابي انه حاول تعمل الكول والحاجات دي خلال شهر رمضان، تتجنب اي حاجه تعدي عليك وانت صايم فيها رقص، فيها مغنى، فيها صور بنات، وابتغي كده لوجه الله. حاجه تاني نصيحه برضو، لو كنت بتضرب او حاجه حاول يعني توقف في شهر رمضان الضرب، برضو احتراما للشهر، وما تعرفش ممكن برضو ربنا يثبتك. لو ما بتضربش، انا بتكلم بكل صراحة واريحية بصراحة يعني، لو بتدخن حاول تاخد رمضان فرصة انك توقف تدخين، واديك بتجرب نفسك خلال فترة الصيام، اليوم كله بيعدي عليك تقريبا ما بتولعش سجارة، فبتخليه دافع ليك انك قدرت وتقدر، وعادي جدا انك تقضي ساعات عدد ساعات طويل جدا بدون تشرب سجاير. بالتالي انا شايف ان رمضان ده شهر نستغله بحاجات كتير جدا تاخدنا للاحسن وتحيد بينا عن الصياعه اللي احنا عايشينها يعني، بعيدا عن اي مثاليه او تزييف. كل سنه وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم ان شاء الله، وينعاد عليكم وعلى اهلكم بالخير والسعادة، وربنا يهدينا ويهديكم. ومرة تاني وأخيرة، مش عيب تستشيخ في رمضان احتراما للشهر، زي ما رمضان شهر سبيشل عند ربنا وشهر مختلف عندنا حتى كبشر أو كمسلمين. بالتالي مش عيب ان انت تكون شخص كذلك مختلف خلال فترة شهر رمضان، وابتغيها لوجه الله، وربنا ممكن يكرمك ويثبتك على الحاجات الكويسة اللي انت نويت تعملها في رمضان. One love.